السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه بني إسرائيل من فرعون، فأغرق فرعون وجنوده، فصامه سيدنا موسى شكرا لله، وصامه رسول الله وأمر بصيامه. وهذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى والمسلمين. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، ويستحب صيام التاسع والعاشر أو صيام العاشر والحادي عشر. صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة تكفران صغائر الذنوب وليس كبائر الذنوب. كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة نصوح صادقة. قال النبي عليه السلام: صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة. أما كبائر الذنوب هي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو وشكراً.